الزوز قال لي هات لي حاجه من مصر ما كنش انا شفتها قبل كده. قلت ما له كناش حاجه من المغرب، ما كناش في المغرب. قال لي هو ده حامض ولا لينجاز؟ صح؟ اللي هي الكمثرى من البعيد كتبان لينجاز، تمام. بس هي ولا دي ولا دي، ما شتي جاي بحال حمض. انا جيت إيه؟ حمض الاول دي اسمها ايه؟ لينجاز. لا هوبا رجعنا ليكو هنعال. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. انا الفيديو ده بعمله عشان اقول فيه حاجتين. اول حاجة عايز اشكر كل واحد، كل اب وام وكل اخ واخت دعوا معايا لوالدتي بسبب تعبها، ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم. الوالدة والله العظيم كانت بتقعد تقرأ الكومنتات تقول يا الله، يعني هي في الكتابة طبعا تفهم بسرعة يعني، فكانت تقول لي ربنا خليهم يا رب ومش عارف ايه. طبعا انتوا شفتوها بتتكلم ازاي، فبجد انا ما يعني كلمة شكر ما تنفعش معاكم، اقسم بالله. الحمد لله انا لسه واصل امبارح المغرب، وصلت امبارح بالليل. طبعا كنت عامل فيديو وانا طالع من مصر ولغاية لما وصلت هنا المغرب، وللأسف اتمسح بقدرة قادر، معرفش اتمسح ازاي. زعلت جدا لان كان في حوار ما بيني ما بين واحد مغربي في مطار القاهرة، الناس الله يعمرها دار، واحد اسمه تحياتي اخويا عثمان، نورت بلادك التانية، كان هو وزوجته واخته. ف يعني الناس الله يعمرها دار، هو شاب زي السكر. فانا زعلت ان انا الفيديو اتمسح وان الحوار ما بيني وما بينه انا مصوره وما لقيتش، يعني ما لقيتش الفيديو. فما تزعلش مني بقى اخويا، تزعلش سامحني، ده اقل حاجه اقدر اقولها لك يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى الزوز، نيجي للزوز اهو قاعد قدامي اهو. توحشتك بزاف. ليه مش من قلبك؟ مش توحشت، تقول وش توحشتيني. توحشتيني نقولها لك وانا مسوسل، توحشتيني. حلو، عجبتني. لا عجبتني، ماشي يا زوز. اقول لكم على البارت 2 بقى. زوز وانا في مصر خلاص بقى وبقفل. زوز عايز اجيب لك ايه من مصر؟ قال لي ولو ما تجيبش تاشا حاجه. لان عرفتي علاش؟ لان المناسبه انت مشيتي حالة مرضية، ماشي غادي انت في مهمة ولا غادي تسيح، بس برضه يعني لازم نروح على بويا التاني. الانسان غادي يمشي عاد، باقي غادي يفكر اش غاتجيب ولا ما تجيب. حنا كنقولوا غير تقوم الوالدة ديالك بالسلامة الحمد لله. هي في هذه اللحظة غنشكر كاع الناس، لأن حتى المعنوية ديالها طلعت. والله العظيم بزاف التعليقات ديال الناس طلعت، شافت ولدها اي، ولكن بكم انتم ديال التعليقات الناس طلعت أكثر أكثر أكثر, 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 اكثر 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 والله يا زوز. وكنشكرهم توما بزاف، والله يسهل عليهم، واللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه. امين امين يا رب. بس مش هنغير الموضوع، هفضحك برضه. انا هقول اللي حصل. الزوز عمال في التليفون، يا زوز اجيب ايه، لا اجيب ايه، لا اجيب ايه، لا. المهم لغايه لما خلاص بقفل قال لي عايز بقى ايه. هو كده فاكر انه بيقدرني بقى، ان هو ايه يعني فاهمين انا عايز اوصل له. لا 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 لا، نيت بغيت نصدرك ذاك الوقت، بغيت نقلبك على شيء اي حاجه وخلاص. ماشي يا زوز. الزوز قال لي هات لي حاجه من مصر ما كنش انا شفتها قبل كده. قلت له ما كايناش في المغرب. ما كايناش في المغرب. فقلت له حاجه ما كايناش في المغرب وما كايناش وكاينه في مصر. طب زي ايه يا زوز؟ قال لي مع السلامه. خليت لي الاختيار. مع السلامة. اسكت انا بقى، ما اسكتش، انا ما اسكتش، سيبوكوا بقى من الحتة. انا بعقلي، والله انا بعقلي. الزوز فاكرني ان انا هتوه بقى، فاكر ان انا كده هتوه بقى ومفيش حاجة. فهو في حاجة جت سبحان الله قدامي فقلت اجيبها له، يعني كانت هيبقى اول مرة ان هو يشوفها او يدوقها. هي اكل انا ما عمري شفتها، ولكن ما عرفتوش واش كاينه ولا ما كايناش. المهم خليكم معايا، استنى انا جيت. بص بقى، الزوز اول ما طلعت له الكيس صاحبي حامض قال لي هو ده حامض ولا لينجاز؟ لينجاز اللي هي الكمثرى من البعيد كتبان لينجاز، تمام. بس هي ولا دي ولا دي،
حد عارف اللي نزل مصر ناجي بدا ما تقولش اسمها استنى بالله يدير بحال لينغاس اصلا ايوه الشبه لينجاز. بس لا. اللينغاز اخضر لون اخضر غالبا لا عندنا حتى هكا عندنا صوص تصبر لا بس انت شمينا تقدر تكون عندنا ازاي تقدر تكون عندنا فطبعا انا دي الحبه اللي قدرت اجيبهم عشان في المطار انا معرفش بعدي ازاي في المطار اصلا يعني ربنا بيسترها معايا والله يعني الحمد لله انا مش بهرب حاجه يعني ده حاجه عاديه دي بقى تقدر تكون عندنا ايه تقدر تكون عندنا ما شتي جاي بحال حم انا جيتي حم نهار الاول شتي اسمها ايه لينغاس لا الشاطر اللي هيقول قبل ما يدخل على الكومنتات يشوف الناس اللي هتعرفها اربح معانا واحده طب انا هقول لكم اسمها دي اسمها جوافه دي اسمها انت بتضحك ليه ايوه انا عايز اعرف انا مشيت كنقلب عليها في جوجل كان كاتب الجوافه بالقاف ذاك القاف ساعه قول لي انتم الجيم كتعيطوا لي القاف هي الجوافه هي جوافه ولا الجوافه عندنا بالدارجه هي القجوجه المقجوجه دي انا كيقول لي واحد رقبتني بواحد القجه وواحد جيفني انا ما حضرتش الجوابه هي جيفني هي قجني هي قجني طب استنى دابا انا سميتها لكم قجوجه باش عرفوا الناس ديالنا الحركه تبارك الله راه دي الجوافه اسمع علاج باش يشوفوا لا دي الجوافه ماشي ماشي دي بيبقى جواها بذر كده بس هي طعمها حلو في ناس بتشيل البذر وبتاكل لا. في ناس بتاكلها بالبذر ديالها لا وفي ناس بتتاكل كده بتتاكل كده وفي ناس ما بتحبش البذر لو لا. عنده سنان مخرمه وتخش جواها بيرمي غير هي غير هي محلوهاش بزاف لا لذيذه كلها زوز في هذوك العظم كلها بالمصارين ديالها كلها بالمصارين مصارين يا زوز وانا جايب لك بس ف هي عصر كتجي زوين الجوافه دي عصر. ناس كتير قوي بتعملها بقى على الكوكتيل في ناس بتعملها جوافه باللبن عرفتي يا زوز هي دايره دابا بحال دايره الهنديه مغلفه بلينغاز لا لا جيب لها طلع عند الهنديه اللي كاين يدخل نهرج يا زوز لا الهنديه قالك الهنديه كتعطي شويه الحمد لله لا طعمها عزوز انا غير لا طعمها لذيذ دير هذاك فريحتها لا ياك مالين قاص ملقم بشي حاجه هذاك محقون بشي حاجه لا تقدر تكون عندنا حنا هنا وما حيت عندنا محلات ديال الديسير انا ما عرفش حتى حنا لا حنا عمرنا ما صدفنا لا انا ما عمرناش حنا طب يا جماعه اللي يعرف دي كاينه موجوده في المغرب هنا يقول لنا عشان نجيبها جوافه جوافه حيت احمد كياكلها عشان انا بحبها جدا يعني فبدل ما انا رايح جاي بجيب حاجات كده والناس يقولوا لي ايه اللي انت جايبه في الشنط ده فهنجيب من هنا اسرع يعني بس فهي دي كانت اللقطه الثانيه بتاعت الزوز كان فكر ان هو هيقدرني لا يا زوز مش انا اللي قدرني هو انت دابا طالع مع زهر نزلت مع زهر انت داك دير بحال داك المكمل والو خطني ديك خلاص يا زوز انا هسيبك مع الجوافه كل الجوافه جات لك اهي يابا وعجبتك اعملها بالحليب مش انت بتحبها باللبن اعملها باللبن جوافه باللبن شوف الفرحات ديالي انا ملي كليت الجوافه انو نضرب لك شي قجه بالفرحه على فكره ما نقطعش لا فوائد خش اكتب على فوائد الجوافه اكتب فوائد الجوافه وهتعرف لا عشان اطول عليكم اخر حاجه اللي يعرف لو دي كاينه هنا الزرعه بتاعتها كاينه هنا يقول لنا موجوده في اي مدينه لا حيت كاين فواكه لا يقول لنا في اي مدينه ما احنا في حاجات عندكم مش عندنا لا هو كاين شي محلات هنا ديال خاصين يقدروا يجيبوها من عندكم ممكن عندنا شي محلات خاصين بالديسير فيهم جميع انواع الديسير الفواكه ولكن احنا عمرنا ما شفناه طب احنا هنشوف الناس هتقول ايه تمام هرجع اقول كان لكم بزاف 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 يعني دعاوي من القلب اقسم بالله سلام عليكم. Sit down.